ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ رجعت لكم فيديو جديد. النهاردة يا جماعة هنبني بيت ببيت انا اخترعته لنفسي. علشان تحتاجوه لازم تحتاجوا الوايت كونكريت والجري كونكريت والستون سلابس، وفي الاخر خالص نبقى نعمل مع بعض الديكوريشن. بس ثانية واحدة وارجع لكم تاني. وادي يا جماعة رجعت لكم تاني. زي انتوا شايفين دلوقتي مثلا عاملين البيتين، ادي واحد، هنحط التيم بلوكس جنب بعض كده، 3 4 5 6 7 8 9 10. بعدين تعملوها 5 بلوكس دول، واحد اتنين اتنين تلاتة أربعة، واحد اتنين تلاتة أربعة، واحد اتنين تلاتة أربعة. مش وقت تفضلوا تعملوا كده، ثانية واحدة بس هكملها فترة. وادي يا جماعة زي ما انتوا شايفين دلوقتي خليتها يبقى سكوير كده، 10 من 10 كده زي ما انتوا شايفين. دلوقتي هجيب ده بيكون فيه، وهنعمل نفس الحاجة زي ما انتوا شايفين. 1 2 3 4 5. بس هكملها بقى ثانية واحدة وارجع لكم تاني. وادي يا جماعة زي ما انتوا شايفين خلصت اهو، ده كده البيت بتاعنا. بس لسه مكملش طبعا، لسه بقى هحط الدبان والستون سلاب وكده. فمثلا بقى دلوقتي هنقفله بال وايت كونكريت، ماشي؟ عشان معانا كده بس بقى خلصه. ثانية واحدة بس وارجع لكم تاني. ادي يا جماعة زي ما انتوا شايفين خلصت السقف. بس دلوقتي بقى تدخلوا وتجيبوا ايرون دور والبطل. فدلوقتي مثلا انا اتخيل والله مش محتاج البطل، بلاش البطل، هنجيب حاجة تانية بدل البطل. هنجيب ده و هحط الكل هنجيب ده، ماشي؟ نحطه هنا. فبعدين اول حاجة نكسر تو بلوكس هنا، زي ما انتوا شايفين، وهنحط الباب. وبعدين مش هنا، نحط هنا. وبعدين نعمل كده، نعمل نفس الحاجة هنا. دلوقتي ندخل جوه عشان نعمل الأرض. هنحتاج ستون سلابس، فتقعدوا تكسروا سوري. وبعدين تبنوا لغاية لما تخلصوا البيت كله. بس ثانية واحدة وارجع لكم تاني. وادي يا جماعة زي ما انتوا شايفين خلصت كده الحتت دول. دلوقتي